مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد والنيل مباشر من خلال أن نتابع أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. ومعنا في حلقة اليوم: بتصديق قادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، ميثاق شرف لإجراء الانتخابات بنزاهة والتسليم بنتائج التصويت. في أول زيارة من نوعها خلال 9 سنوات، قيس سعيد يلتقي المنفي في طرابلس ويؤكد تفعيل اتفاقية التعاون بين تونس وليبيا. ومعنا أيضا في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الأمين العام للمجلس يطالب ببحث برنامج الصواريخ الإيرانية في أي مفاوضات مرتقبة وتنفيذ قرارات قمة العولة. وأبدأ معكم بالملف الفلسطيني، فبرعاية مصرية بتتواصل بالقاهرة لليوم الثاني اجتماعات الجولة الثانية لقادة الفصائل والقوى الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني. وقد صدقت الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أبدت فيه التزامها بتسهيل إجراء انتخابات تراعي قواعد الشفافية والنزاهة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الوطني. برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف القاهرة الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني. وأعرب الرئيس السيسي لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار. الجولة يشارك فيها قادة 15 فصيلا وقوى وطنية فلسطينية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية. ويأتي الحوار الوطني الفلسطيني في إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية، كما يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني. إذن فقد انطلقت في القاهرة صباح اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، وذلك اليوم الثاني على التوالي بمشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية، وبالتأكيد على رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية. هذه الجولة التي تبحث ملفات الانتخابات العامة التشريعية وترتيب وضع منظمة التحرير الفلسطينية، أيضا تبحث قضايا الأمن والمعتقلين وأوضاع المرأة والشباب في العملية الانتخابية. هذا الحوار بيشمل كافة الملفات كما ذكرنا، والنقاط العالقة للوصول لصيغة توافقية تكون منطلق لحياة سياسية وتشريعية جديدة بما يحقق بالطبع مصالح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
للمزيد من المتابعة حول هذا الملف بينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ أشرف أبو البول. أستاذ أشرف أرحب بك، وربما لو تحدثنا عن أعمال اليوم الأول من جلسات الحوار، فالحديث عن الوصول لميثاق شرف لمختلف الفصائل الفلسطينية يتعلق بمراحل وسير العملية الانتخابية وأيضا ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات، أهمية الوصول لمثل هذا الميثاق ما هي؟ أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. يعني ما تم أمس في اليوم الأول للجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني إنجاز كبير جدا، تم تهيئة الأجواء بشكل كامل لإجراء انتخابات حرة نزيهة يقبل الجميع بنتائجها. عندما تم الاتفاق في الشهر الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، كانت التفاصيل يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق من كيفية إدارة هذه العملية، كيفية تأمين هذه العملية. بالأمس في ميثاق الشرف الذي تم التوصل إليه تم حسم كل الملفات، تعهدت كل الفصائل والقوى التي ستشارك في الانتخابات وغيرها باحترام القوانين الانتخابيه سواء القديمه او المعدله. تعهدت الفصائل والقوى السياسيه باحترام اللجنه المركزيه للانتخابات. تعهد الجميع باحترام نتائج الانتخابات. تعهدوا بعدم اللجوء للسلاح تحت اي ظرف من الظروف، بالالتزام بقواعد الدعايه الانتخابيه، بالالتزام بقواعد التمويل، بعدم اللجوء للتمويل الخارجي، بالالتزام بالإجراءات الخاصة أو الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأيضا باحترام أجهزة الأمن التي ستقوم بتأمين العملية الانتخابية. إذن تم تمهيد الأجواء تماما لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل. نعم أستاذ أشرف، يعني التحديات من وجهة نظرك التي ربما قد تقف عائقا أمام تنفيذ هذا الميثاق وأبرز ما جاء فيه من بنود، يعني المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية سواء التشريعية أو الرئاسية، يعني ما هي التحديات التي قد تجابها؟ يعني أهم تحدي، وهذا أيضا تم الاتفاق على تجاوزه، هو من الذي سيضمن تنفيذ ميثاق الشرف. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ ميثاق الشرف، وكان هذا تحدي تم تجاوزه. أيضا كانت هناك إشكالية في من يؤمن اللجان ومن يؤمن العملية، وهل ستتدخل الفصائل في التصويت أم لا. أيضا تم تجاوز هذه القضية بشكل كبير جدا عندما اتفق على أن الشرطة الفلسطينية فقط، سواء شرطة حماس في غزة أو السلطة أو شرطة السلطة الوطنية في الضفة، هي التي ستشرف على أو ستؤمن العملية الانتخابية والتصويت وحماية اللجان وما إلى ذلك، وبالتالي لن يكون مقدور أي فصيل مسلح، أي سلاح غير سلاح الشرطة أن يتدخل في هذه العملية الانتخابية. نعم. أيضا المراقبين الدوليين والمراقبين العرب والمراقبين المحليين واللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، كل هؤلاء يعني لديهم قدرة ولديهم تفويض على حماية العملية الانتخابية والوقوف أمام أي تجاوزات يمكن أن تحدث. حتى الآن لا تبدو في الأفق أي تجاوزات ممكن أن تحدث، لأنه كافة الفصائل حتى الفصائل التي لن تشارك في الانتخابات التشريعية مثل حركة الجهاد الإسلامي يعني ستحترم هذه الانتخابات وستحترم نتائجها ولن يقاطع أحد هذه الانتخابات. نعم، يعني هذه الانتخابات من وجهة نظرك بالإضافة إلى ما تحدثت عنه فيما يخص من أوضاع داخلية فلسطينية أو بين الفصائل وبعضها البعض، إذا نظرنا للشق الآخر فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى يمكن أن يكون معرقلا لسير العملية الانتخابية خاصة في المناطق الخاضعة لسلطة الاحتلال؟
يعني بالتأكيد هناك احتمالات أن تعرقل إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، لأنها كما نعلم يعني تدعي أن القدس الشرقية جزء من إسرائيل وأنها عاصمتها الموحدة هي والقدس الغربية، وبالتالي الفلسطينيون يلجؤون للمجتمع الدولي للمنظمات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية. لكن هناك بديل في حالة تعذر إقامة لجان انتخابية في القدس الشرقية، سيقوم الفلسطينيون فيها بالتصويت عبر الوسائل الإلكترونية كما حدث في الانتخابات الماضية عندما صوت جانب كبير من أبناء القدس الشرقية عبر البريد أو التليفون، وبالتالي هذه المرة يمكن التصويت عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لن تكون إسرائيل قادرة على تعطيل هذه الانتخابات إلا إذا منعت وصول المراقبين الدوليين والإقليميين. نعم، ويعني فيما يخص الانتخابات التشريعية بالتحديد، يعني هناك حديث فيما يتعلق بجلسة الحوار إذا ما تم على سبيل المثال اعتقال أي من المرشحين أو يعني تعرضهم للحبس من قبل سلطات الاحتلال، كيف سيتم التعامل إذا مع مثل هذه الإشكالية؟ يعني حتى إذا تم حبس أحد المرشحين فالناخب سيذهب وسيؤدي وسيدلي بصوته، ودعيني أذكره أنه في الانتخابات الماضية تم انتخاب يعني بعض المرشحين الموجودين في المعتقلات الإسرائيلية مثل السيد مروان البرغوثي، والذي سيتواجد أيضا في هذه الانتخابات رغم وجوده في المعتقلات الإسرائيلية. فيعني الناخب الفلسطيني هو الذي سيختار، وبالتأكيد سيتعاطف مع المعتقلين والأسرى، ومنهم مروان البرغوثي وفؤاد الشبكي وغيره كما حدث في المرة السابقة. نعم أستاذ أشرف، فيما يخص جلسات الحوار اليوم، يعني هل من المتوقع أنه ينتهي فيها الحوار حول كل الملفات العالقة وكل الخلافات أيضا المتواجدة، أم تتوقع ربما جلسات أخرى حوارية أو ربما امتداد جلسة اليوم؟ يعني معلوماتي انه حتى اذا حدث بعض التاخير اليوم في حسم ملفات مثل ملف منظمه التحرير وهو ملف معقد، يعني هناك بعض الفصائل سيقترح تشكيل لجنه، هذه اللجنه ستجتمع في وقت لاحق لحسم هذا الملف، لانه ملف منظمه التحرير ملف معقد وشائك وبه تفاصيل كثيره، ولا يمكن حسمه في مؤتمر أو في حوار أو اثنين، ولكن ما دامت هناك نوعية فأعتقد أن يمكن حسم نقاطه العالقة بأسرع ما يمكن سواء الآن أو عبر اللجنة التي ستشكل في حالة الاتفاق عليه. نعم، طب يعني مصر الحقيقة دائما حريصة على القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية ضمن أولوياتها السياسية، يعني كيف تقرأ استمرارها في استضافة مثل هذه الحوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية استمرارا لدورها في هذه القضية؟ يعني إذا قررنا دور مصر دور أي طرف آخر في القضية الفلسطينية سنجد أنها هي التي حملت عبء هذه القضية عبر السنوات وليس الآن، ولكنها الآن تكثف جهدها بحثت عن بديل للمصالح الشاملة التي كنا كلما اقتربنا من توقيع اتفاق لها يتعصب. فتم الاتفاق أخيرا على أن يعني نعود للشعب، الشعب هو الذي يختار، الطرف الذي يختاره هو الذي يتولى المسؤولية، وعندما يتولى المسؤولية سيتم تفكيك كافة الملفات الشائكة السابقة، وهذا يعني عمل جيد جدا من الدولة المصرية، عملت عليه على مدى فترة طويلة جدا، اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف سواء الداخلية الفلسطينية أو الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، تفكيك للملفات العالقة. مصر تعتبر أنه أمن فلسطين جزء من أمنها وأمن القوم المصري، ويعني لأنها هي الأقرب لفلسطين بحكم الجغرافيا والتاريخ، فيعني أولوية السياسة الخارجية المصرية هو حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة لن تقام إلا إذا توحد الفلسطينيون
وبالتالي فهذا ما تفعله مصر الآن، تحقق المصالحة ليتوحد الفلسطينيون ثم يتفاوضون مع الإسرائيليين برعاية دولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية بناء على حل الدولتين. نعم أستاذ أشرف، يعني فيما يخص الانتخابات، هل هناك توقعات بإمكانية تأجيلها أو ما يحدث قد يؤدي إلى تغيير موعدها مرة أخرى؟ وفكرة الانتخابات الرئاسية، هل نتوقع مرشح آخر غير الرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن؟ يعني حركة فتح كانت في البداية قد تخرج منها تصريحات تقول أن أبو مازن هو مرشحها الوحيد، ولكن صدرت بعد ذلك تصريحات قالوا أنه لن يحسموا مسألة من اختيار المرشح إلا بعد الانتخابات التشريعية. هذا أولا. ثانيا، يمكن بالفعل أن يكون هناك أكثر من مرشح لأكثر من جهة، ولا أحد يمنع ذلك، والانتخابات الماضية كان بها أكثر من مرشح، حتى الانتخابات أمام الرئيس أبو عمار قبل أبو مازن كان هناك أكثر من مرشح. لكن في الأساس يبدو أنه الاتفاق سيكون على مرشح توافقي وطني بين فتح وغيرها، أما إذا جاء مرشح مستقل أو مرشح تبع فصيل آخر فلا يمكن منعه من خلال القانون. نعم، بشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي بالأهرام أستاذ أشرف أبو الهول، شكرا على مداخلتك. ومشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع ملفنا الثاني في هذه الحلقة. أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد أول زيارة له إلى ليبيا خلال 9 سنوات، وفي مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس أكد الرئيس التونسي مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي باعتبار أن أمنها هو من أمن ليبيا. كما أكد الرئيس قيس سعيد أن بلاده ستعمل على تفعيل جميع اتفاقيات التعاون التي تم إبرامها مع ليبيا وتعرضت للجمود خلال الفترة الماضية. كان الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بحث الإسراء في عقد اللجان العليا المشتركة للبلدين وسبل تعزيز علاقات التبادل التجاري بين تونس وليبيا عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين، أيضا تيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي والمصرف الليبي المركزي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة. أستاذ عبد الستار أرحب بك. يا مرحبا. مساء الخير أستاذ عبد الستار، ويعني كيف تقرأ هذه الزيارة، توقيتها وأسبابها؟ أعتقد أن هناك ملفين رئيسيين يمثلان هاجسا كبيرا لتونس وللرئيس قيس سعيد، وهما الملف الأمني والملف الاقتصادي. خلال الفترة الماضية وأثناء حكم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، كان هناك علاقة مشبوهة ما بين النظام في ليبيا، نظام السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وحركة النهضة التونسية. يبدو أن هناك شركات تابعة لجماعة الإخوان التونسية استفادت من الأموال الليبية. يبدو أن كثير من الإرهابيين التونسيين كانوا يقيمون على الحدود الليبية التونسية. هذان الهاجسان أعتقد هما الأساسيان وراء زيارة الرئيس قيس سعيد ومحاولته وضع قدمه سريعا على الأراضي الليبية قبل أن تستحوذ حركة النهضة على العلاقة مع نظام الحكم الجديد في ليبيا. نعم، هذا فيما يتعلق بالشق السياسي، لكن أيضا إلى أي مدى هذه الزيارة لها شق اقتصادي في إعادة التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات؟ أعتقد أن هناك يعني علاقات قوية كانت ما بين تونس وليبيا قبل عام 2011. هذه العلاقات تضررت بشدة بعد أحداث ما يعرف بالربيع العربي، يعني بعد عام 2011. هناك كثير من القيادات الوطنية كانت تتهم النظام في تونس سابقا بأنه يعني تدخل في الشؤون الليبية وساعد على دخول الأسلحة والإرهابيين.
كل هذه الأمور أعتقد أنها ستتغير الآن مع وجود سلطة جديدة في ليبيا، وأعتقد أن الرئيس قيس سعيد يحاول أن يحيي كثير من ملفات التعاون الرسمي ما بين الدولة الليبية الجديدة وتونس. نعم، وفيما يتعلق بدعم تونس للفرقاء الليبيين، يعني لو نتذكر تونس استضافت لقاء لهم ربما أفضى في النهاية إلى ما توصلنا له في جنيف من مجلس رئاسي وحكومة، كيف يمكن أن يستمر هذا الدعم السياسي من قبل تونس لليبيا؟ يعني لا يخفى على أحد أن تونس تعتبر واحدة من ثلاث دول تعقد اجتماعات دورية، ثلاث دول عربية باعتبار أنها دول جوار لليبيا، وهي مصر وتونس والجزائر. طبعا الرئيس التونسي والنظام في تونس ساعد بشكل كبير، وكانت هناك مساعدات خفية يعني غير ظاهرة للعيان، وأقصد بها طبعا محاولة جماعة الإخوان في تونس، وهي جماعة قوية ورئيسها يرأس البرلمان التونسي، كانت تحاول أن تستحوذ على مصير الليبيين، كانت تحاول أن تستحوذ على الثروات، يعني كانت تقوم بأعمال خفية، لكن النظام التونسي وبالتعاون مع البعثة الأممية وبالتعاون مع باقي الدول الجوار الليبي تمكن النظام التونسي من الحفاظ على الحياد بقدر الإمكان وعلى الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف في الداخل الليبي. نعم، ويعني أستاذ عبد الستار، فيما يتعلق بالدعم الديمقراطي كيف يمكن أن يتم إذن في المرحلة المقبلة؟ يعني البلدين سواء تونس أو ليبيا مر بمراحل كثيرة حتى تستقر الديمقراطية بشكل أو بآخر وتستقر الأوضاع في البلاد. يعني أنا أعتقد أن مثل هذا الحديث هو سابق لأوانه. زيارة الرئيس قيس سعيد أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي لها هو يعني استباق أي أحداث أو أي اتصالات ما بين النظام الليبي الجديد وحركة النهضة في تونس ورئيس البرلمان. رئيس البرلمان التونسي السيد رشيد الغنوشي رئيس حركة الإخوان في ليبيا، يعني رجل ليس سهلا، لديه علاقات قوية في المنطقة ولديه علاقات كما رأينا في الشهور الماضية مع الرئيس التركي رجب أردوغان، ويستطيع أن يتدخل وأن ينافس الرئيس التونسي. زيارة الرئيس التونسي تهدف إلى قطع الطريق على أي اتصالات غير رسمية مع النظام الرسمي في تونس، وأقصد به طبعا نظام الرئيس قيس سعيد. نعم، يعني الأزمة الليبية كان لها بالطبع تداعيات أمنية على تونس، هجمات إرهابية عدة ضربت تونس في السنوات الأخيرة، وأعدت وما في قواعد خلفية في ليبيا خاصة على الحدود. فيما يتعلق بالملف الأمني، ما الذي يمكن أن ننتظره مع لو يعني قلنا استقرار الأوضاع سياسيا إلى حد ما في ليبيا؟ ما معروف أن معظم الشباب المنخرط في الجماعات الإرهابية، معظم هؤلاء الشباب يحملون الجنسية التونسية وينشطون على الحدود التونسية الليبية، وهو الضربات الأمنية التي جرت على الجانبي الحدود من قوى مختلفة كشفت عن وجود كثير من الإرهابيين التونسيين في مدينة، على سبيل المثال مدينة صبراكة القريبة من الحدود الليبية التونسية. يعني هذه المدينة كان فيها نشاط لشباب متطرف تونسي يتنقل ما بين جانبي الحدود ويهدد الأمن في ليبيا وفي تونس وفي المنطقة ككل. لهذا أنا أعتقد أن الملف الأمني مع الملف الاقتصادي يعني سيحظيان باهتمام كبير ما بين النظام الحاكم الجديد في ليبيا والنظام التونسي برئاسة الرئيس قيس سعيد. نعم، يعني هل سيتم فتح الحدود ربما بشكل كامل خاصة مع إغلاقها لسنوات طويلة وربما حرمان الكثير من العمالة من الانتقال بين البلدين بشكل سهل؟ يعني معلوم أن الاقتصاد التونسي يعتمد إلى حد كبير على ليبيا، وكثير من العمالة التونسية يعني تعمل في طرابلس في الخدمات العامة وفي الوظائف وغيرها. طبعا هذا الموضوع وهذا العمل التونسي تضرر إلى حد كبير في السنوات الماضية. الأمر الآخر، كثير من الليبيين خاصة في شمال غرب ليبيا يعتمدون في العلاج والسياحة والتجارة وغيرها على تونس، وكل هذه الأمور طبعا تضررت بسبب الأوضاع الأمنية السيئة وعمليات التهريب وانتقال الإرهابيين وغيرها. الوضع الجديد أعتقد أن الرئيس قيس سعيد والسلطات الجديدة في ليبيا تحاول أن تفتح صفحة مغايرة لما كان في السنوات القليلة الماضية،
صفحة جديدة فيها تنظيم لعملية انتقال الليبيين والتونسيين على جانبي الحدود، وفيها نوع من التعاون الأمني لحفظ الأمن على جانبي الحدود ومنع التهريب ومنع انتقال الأسلحة والإرهابيين وغيرها من قضايا أخرى. كل هذا أعتقد أنه موجود على طاولة الرئيس قيس سعيد وطاولة رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنبي. فكرة يعني تشكيل مجلس رئاسي واختيار حكومة مؤقتة في ليبيا، كيف سيؤثر بشكل مختلف على المراحل التي ستمر بها ليبيا في المرحلة المقبلة حتى الانتخابات، وعلى فكرة الاستقرار بشكل عام على الصعيد السياسي؟ يعني الوضع ما زال كما قلت سابق لأوانه، لكن التحركات ضرورية. حكومة السيد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنافي في ليبيا تحتاج إلى مساعدة من الدول المنطقة، من البعثة الأممية، وتونس والرئيس قيس سعيد يعني يدرك ذلك جيدا. لهذا أنا أعتبر زيارته اليوم إلى طرابلس يعني محاولة للدفع حكومة الدبيبة إلى الأمام وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تحفظ الأمن في المنطقة وتحفظ الأمن على جانبي الحدود التونسية الليبية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. في النهاية الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة كنت معنا عبر الهاتف، وفاصل ونواصل فقراتنا والموضوع الأخير في هذه الحلقة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف طلب ببحث برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية في أي مفاوضات مرتقبة للملف النووي الإيراني، كما شدد على مساندة المجلس للمملكة العربية السعودية في جميع إجراءات حفظ أمنها باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. جاء ذلك خلال اجتماع عقد لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لمتابعة تنفيذ قرارات قمة العلا، بالإضافة لمجالات الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وبين الدول والتكتلات العالمية المختلفة. ويعني قد أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في بيانه لاعتداءات أو الاعتداء اللي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهدف أيضا مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي، وكان ذلك في 7 مارس لعام 2021. هذا البيان الختامي اللي أدان أيضا الاستهداف المستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة العربية السعودية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية الكاتب الصحفي الأستاذ مبارك العاتي. أستاذ مبارك أرحب بك، وكيف تابعت البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي؟ مساء الخير. يعني البيان الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي جاء متفقا حقيقة مع الزخم السياسي الذي أحدثته قمة العلا التاريخية التي كانت عاملا مفصليا في تحسن الأجواء عبر المصالحة التي تمت آنذاك. واضح أن الأجواء أو الزخم الإيجابي لا يزال مخيما على أجواء الخليج العربي. اليوم البيان الذي أكد موقف جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي ضد التهديدات الإرهابية من التمرد الحوثي للمدنيين في اليمن وللأحياء المدنية في المملكة العربية السعودية هو موقف موحد، موقف خليجي موحد. الموقف الآخر هو موقف الخليجي أيضا ضد الأعمال العدائية الإيرانية، ويعتبر تطور كبير جدا في الموقف الخليجي كموقف أيضا متحد. إضافة إلى ذلك أن وجهات النظر أيضا كانت متفقة، لا أقول متوافقة بل متفقة، حيال الملفات الأخرى التي تم النظر إليها حتى بما فيها الملف السوري. الملف الليبي كان هناك إجماع واتفاق أيضا تجاهه، مما يعني أن هناك توافقا وأجواء إيجابية جدا كانت طاغية على أجواء الأعمال الاجتماعات الوزارية لوزارة خارجية مجلس التعاون الخليجي.
نعم، يعني هناك دعوات تتعلق بإيران من يعني قبل وزير خارجية مملكة البحرين، كيف يمكن التعامل مع الملف الإيراني في ضوء ما صدر في هذا البيان؟ يعني كلنا نعرف العلاقات العدائية التي ينتهجها النظام الإيراني منذ قيام الثورة الإيرانية 1979 حتى اليوم، لا يزال المنطقة العربية بأكملها وليس الخليج العربي يعاني كثيرا من التدخلات ومن الأعمال الدائرة والتوسعية الإيرانية، وهذا حقيقة يتطلب مزيدا من المواقف العربية المتحدة ومزيد من المواقف السياسية، مزيد من المواقف الاقتصادية أيضا. يعني لا تزال هناك بعض الخطبات المتناقضة مع المواقف المتحدة تجاه الأداء الإيرانية، نجد أن هناك بعض التعاملات التجارية أو الاقتصادية من بعض الدول الخليجية أيضا نهاية عن الدول العربية، مما يعني أن هذه الجهود تصطدم حقيقة ببعض المصالح البينية الضيقة التي أضرت كثيرا بالمجهود الخليجي والمجهود العربي في الجمعي تجاه هذا النظام الإيراني. بالفعل كنا ولا زلنا نطالب التيقظ إلى أن ما يجري اليوم بيننا وبين إيران هو آلة عداء إيراني تجاه كل ما هو عربي، وليس عداء إيراني خليجي أو إيراني سعودي. اليوم الوضع أصبح في حالة في نظر خطر محدقة بالمنطقة. اليوم إيران لم تعد تستثني أي دولة عربية، ما أن تحط إيران رحالها في أي عاصمة عربية لو يحل الدمار والخراب في كل الدول العربية، ولا نزال ندفع ثمن باهظ جراء استمرار حالات التغاضي العربية أو تناسي هذه الأطماع. نحن بالفعل نطالب بموقف عربي موحد قوي وصارم وحازم أيضا تجاه هذه الأطماع الإيرانية التي لا تزال تفتك بالأوضاع في سوريا، لا تزال تختطف أدواتها. القرار السياسي العراقي يدفع ثمن باهظ كبير لاستمرار التدخلات الإيرانية. إيران لا تزال متواجدة بقوة وبعنف في اليمن تجاه أشقائنا في اليمن تجاه المملكة العربية السعودية. ربما التهديد هو ليس للمملكة فقط، يعني لأن فكرة البترول هو أمن قومي بالنسبة لمنطقة الخليج، يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الملف وأيضا ما يتعلق باليمن والاعتداءات المستمرة من جانب الحوثيين على المملكة؟ يعني هذه النقطة مهمة جدا، وعملت المملكة العربية السعودية عليها بإخلاص وباجتهاد لأن يكون المجتمع الدولي شريك حقيقي في تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد العالمي والذي يعتمد كثيرا على النفط، وتجاه حماية الممرات التجارة العالمية سواء باب المندب أو الخليج العربي. وبكل تأكيد أن التهديدات الإيرانية لمنابع النفط في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي أصبحت مهدد حقيقي للاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من حالة الانكماش التي وضعته فيها جائحة كورونا. بكل تأكيد استمرار التهديدات الإيرانية جاءت بكل أسف مع الإشارات الخاطئة التي بعثها الرئيس بايدن وإدارته، التي أعطت نوعا من التماهي مع التنظيمات الإرهابية، والنظام الإيراني التقط هذه الإشارة بأنها نوعا من التراضي أو التغاضي عن سلوكه، وهذا يتطلب بالفعل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي على مستوى المسؤولية، وعلى الأقل إن لم يكونوا داعمين للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، فعليهم على الأقل أن يكونوا رافضين لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة العربية. نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ مبارك العاتي كنت معنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، بهذا نصل معكم لختام حلقة اليوم من النيل مباشر. حاولنا أن نلقي الضوء على ثلاثة من القضايا البارزة على الساحة اليوم، وغدا تلتقون مع فريق عمل جديد وموضوعات أخرى جديدة تشغل الرأي العام، فإلى اللقاء.